بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا، شكرا على تعليقاتكم اللطيفة. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وفعلا كلامكم ودعواتكم ولطافتكم يعني صراحة بقلبي. الله يسعدكم يا رب ويرزقكم إن شاء الله من حيث لا تحتسبون. كل من قالت يا رب ترزقني هالسفرة الله يرزقها يا رب، كل ما في خير لها ويسعدكم دنيا وآخرة. هنا توجهنا إلى أوزنقول، خلاص سكننا وهذا كان ثاني يوم. حنا تقريبا أخذنا كم يوم والله في أوزنقول، حنا ما نطلع على طول، يعني نستقر كذا يوم، والعائلات دائما أفضل شيء الاستقرار، يعني كذا يوم. هنا صحيت بدري وقعدت أجهز الفطور، كان الجو مرة حلو وغيم. عموما أوزنقول مرة حلوة، هذه الفاصوليا عندهم، حطيت شوية زيت زيتون وحطيت معاها الرجلة، رجلة يعني زي السبانخ وكذا، موجودة في أسواق الخضار تنباع، مرة مفيدة وحلوة. حطيت عليها علبة الفاصوليا، ما حطيت لا بصل ولا شيء، عاد لكم حرية الاختيار، لأن الفاصوليا أساسا فيها طعم يعني الكشنة، فما احتجت. هنا بديت أجهز باقي النواشف اللي موجودة معانا، وحطيت الأجبان، الزيت زيتون، الكرز، التوت اللي موجود عندنا كله رتبته بصحون وقدمته على الطاولة. اللبنة حطيت عليها شوية توت وخلطة الزعتر اللي سويناها معاكم قبل، جهزت الكاسات وكل شيء وبدينا نرتب بالطاولة برا نفطر. الأجواء كانت مرة حلوة، مش مساء بس يعني الجو كان بارد، يعني مو بحار مرة، لا في برودة، يعني لطيف مرة أجواء أوزنقول صراحة. وهذه الفاصوليا حقتنا قدمناها، خليتها تتسبك بنات 5 إلى 10 دقائق لأنه خلاص جاهزة. أومليت بالسجق أختي مسويته وبس قدمناه، لا أتوقع أنا اللي سويته لهم، أضفت عليه جبنة قشقوان فكان مرة لذيذ صراحة. وبس هنا جلسنا نفطر برا ورايقين الحمد لله، يا ربي لك الحمد. وبعدها طلعنا لأوزنقول نتمشى فيها، كانت الأجواء مرة حلوة. الأيام اللي راحت ما كنا نروح صراحة، كانوا خواتي يروحون وكذا، بس إحنا لا، كنا جالسين يعني نروح للأماكن القريبة. فهنا أخذنا الكستنة، مرة مرة صراحة لذيذة عندهم، يعني صدق صدق طعمها لذيذ. هذه بنتي كانت ماخذة سميت بالنوتيلا. وبس تمشينا واستمتعنا صراحة الأجواء، كان الجو بارد بعد الساعة تقريبا، احنا يعني على 1 الظهر وزحمة، أوزنقول معروفة بالزحمة وكلها ما شاء الله تبارك الله عرب، يعني كلها خليجيين بكثرة ما شاء الله تبارك الله. في ألعاب سيارات، ألعاب تصادم، أسعارها تقريبا أحس أنها نفس أسعار الألعاب اللي عندنا، شوي مرتفعة يعني، ولا هو على أساس أسعار بتركيا ترى رخيصة مرة الألعاب عندهم، لكن بما أنها منطقة سياحية فأكيد راح يستغلون. بعد ما لعبناهم وانبسطنا جاء وقت الغداء، تقريبا العصر الحين يعني الساعة يمكن 4، فتوجهنا للمطعم ميت موت. المطعم صراحة مرة رايق وأكلهم جدا لذيذ، هم مشهورين بالأكلات باللحوم المدخنة، فمرة مرة لذيذ صراحة، لكن السعر مرة صدمة، فأسعارهم جدا جدا مرتفعة. الفرق إنهم يطبخون اللحم على بخار لمدة أتوقع 12 أو 15 ساعة، فيكون اللحمة مرة مرة ذايبة مثل ما تشوفون بالفيديو. هنا يعني يوزن لنا الوزن اللي احنا حابينه، يقدم لكم اياه كيلو او كيلوين على حسب طلبكم. تقريبا هو موجود عندنا في القصيم او في تركيا، هم يعني مطعم تركي بس موجود يعني في القصيم، ما ادري صراحة اذا في مناطق السعودية موجود او لا، لكن المطعم مرة رايق ويصلح صراحة للزيارة، لكن اسعاره مرة يعني مرتفعة. مثل ما قلت لكم الفاتورة كانت تقريبا 1000 ريال، فيقدمون اللي عليكم كله تشترون اللحمة والباقي هم يقدمونه، يقدمون مع أنواع تشكيلة كبيرة من المقبلات والرز وبعد المشروبات الغازية كلها تسوون لها ريفيل يعني إعادة تعبئة.
فمرة مرة صراحة استمتعنا في المطعم مرة، الحمد لله كانت تجربة حلوة واستمتعنا فيه، والأجواء كانت مرة مرة رايقة. موقع المطعم في آخر البحيرة، يعني تقريبا قريب من المسجد. اكتبوا بجوجل ماب أفضل لكم، بس مرة صراحة يعني تجربة كانت رائعة. اللي ما جربوه ضروري إنكم تجربون وتستمتعون بالجلسة الرايقة. واطلبوا خواتي سان سبيسيان بالشوكولاتة، مرة حلوة. وبس كانت هذه طلعتنا للكافي، كان المكان صدق صدق رايق مرة، وانبسطنا الحمد لله. يا رب لك الحمد على الأجواء الرايقة. ورجعنا للسكن، وهنا كان حبيب قلبي جايب لنا شاي، مرة صراحة لذيذ الشاهي التركي، يعني إدمان صدق. وبس جلسنا نتقهوى أنا وأمي وخواتي، والحمد لله هنا كانت أمي تحسنت شوي، وخلاص كذا نبي نطلع. اليوم الثالث طلعنا إلى كافي، مو كافي فطور، أفطرنا فيه. المطعم قريب يعني مو بعيد، عندهم حلويات وكذا، لكن الفطور يعني مو مرة، أحس عادي يعني. المطعم اللي أخذنا منه قبل أفضل بكثير، دائما بالمنيو يحطون الفطور بتركيا، يحطون تشكيلة فطور كاملة، يعني تشكيلة تركية اللي هي عبارة عن أنواع من أنواع الترويجات، يعني أجبان، أنواع المربيات، زيتون، عسل، خضار، مقليات، يقدمون البوريك بعد. طلبنا احنا زيادة أتوقع الكويماك، وطلبنا اللي هو فطاير تركية، بعد مرة حلوة ولذيذة. عموما أكثرهم صراحة كانوا يضبطونه مرة، الفطاير التركية يعني قليل قليل ناخذها من محل مو بلذيذة. وخلاص كذا متوجهين للسكن، هذه الأحصنة والألعاب اللي موجودة، وعندهم الزبلاين اللي هي اللعبة اللي الكرسي المتعلق اللي يمرون فوق النهر، هذه مرة حلوة صراحة ممتعة، أقول لها لي ودي أركبها، بس مشكلة مكان فيه رجال وكذا، بس صراحة ممتعة. وفي بعد المرجيحة الهوائية حلوة مرة. وبس كذا، كانوا لسه ما افتحوا الصباح، يعني اللي بيجيها يجيها من تقريبا الساعة 11 وورا عشان يفتحون. وودعنا أوزنقول وتوجهنا إلى ريزا، أخذنا فيلا. الفيلا جدا حلوة، لكن فيها عيب واحد راح أذكره لكم بعد شوي. مرة حلوة،
هذا التركي نفسه عائلة تركية هم اللي مأجريننا السكن لهم، يعني مو إيجار. ما أدري، هو مزرعة أتوقع لهم يجون فيها من فترة لفترة. بس مرة الفلة حلوة، إطلالتها مرة حلوة. طبعا ريزا مشهورة بالشاي، منطقة مشهورة يعني بالشاي، فمرة حلوة صراحة، مريحة. اللي يبي الهدوء ويبي الريلاكس ويبي يروق يجي هنا، لكن الصعب يعني التنقل لأن المكان مرة مرتفع، لكن إطلالتها جدا رايقة مثل ما أنتم تشوفون على البحر. الجلسة، الهدوء، الريلاكس. الفيلا عبارة عن طابقين، طابق فوق وطابق تحت. فوق في ثلاث غرف مع ثلاث دورات مياه الله يكرمكم، أو دورتين مياه. متوفر فيها الغسالة، فيها الكواية، فيها المنشر. مرة مرة حلوة صراحة ونظيفة، يعني الأبعد حد. والعائلة جدا محترمة وجدا يعني لطيفين الأبعد حد. هذه كانت غرفة نوم تحت في الدور الأرضي، والدور اللي فوق فيه ثلاث غرف نوم. مرة يعني أقول لكم حلوة، لكن العيب اللي موجود في الفيلا هذه إنها بعيدة عن المناطق يعني السياحية، وبعيدة عن المحلات والبقالات، في آخر القرية وعلى مرتفع. يعني أنتم تشوفون الحين لما أصور من البلكونة مرة مرة يعني على ارتفاع مرة عالي. هذا الدور الثاني. طبعا اللي تخاف من المرتفعات ما أنصحها. احنا جينا مع واحد سواق، صراحة خوفنا مرة سواقته، لكن المكان صراحة مرة حلو ورايق. هذه غرفة الغسيل، وهنا دورات مياه الله يكرمكم، في العربي وفي الفرنجي. أنا حبيت أصور كل شيء عشان تستفيدون وتكون يعني كنون على صور بصورة واضحة. هذا بنات غرفة النوم الرئيسية، معها دورة مياه بعد. وهنا الغرفة الثانية سريرين، والغرفة الثالثة بعد سريرين. صراحة موفرين السجادات والمصليات بكثرة، وموفرين المفارش، يعني اللي حاب ياخذ مفارش زيادة بتحصلون كل شيء. العائلة جدا لطيفة، وأوانيهم وكل شيء، كل شيء موجود. كل اللي عليك بس تجين بشناطك بس. فمرة حلوة هذه، كانت مرة رايقة الغرفة هذه وطلالتها مرة حلوة. وبس يا رب إن شاء الله استفدتوا. إذا حابين رقمهم أبشروا من عيوني، أحط لكم تحت عشان تستفيدون. لكن مثل ما قلت لكم المكان مرة مرتفع، فاللي عندها فوبيا أو شيء من المرتفعات ما أنصحها فيها. لكن كاللي حابة تأخذها وتجلس فيها فترة استجمام ما تتنقل كثير، جيبي أغراضك معك وروقي فيها كم يوم. بعدها رتبت شناطي وسوينا شاور الحلوين، ونزلنا تحت نشوف ايش عندنا من شغل. وهذه كانت كل المقاضي. كنا محتاجين الشاي هذا، والظروف ستاربوكس، العصير البرتقال المشكل، يعني شوية خرابيط وفربشات. بس سبحان الله، انا اليوم يوم سكننا هنا خلاص جاء دوري بالتعب. هناك استلم امي كذا واحدة من البنات وعيالنا، والحين استلمني أنا. للأسف أني تعبت، فالحمد لله يا رب لك الحمد والشكر على الصحة والعافية. يعني هذه كانت ترتيبات تركة قبل التعب، ما قدرت أصور رغم أني كنت مرة متحمسة أني أصور وأسوي فلوقات مرة حلوة هنا، لكن أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. أسف الأمر خيرة، والحمد لله على نعمة الصحة والعافية، وإن شاء الله نعوضها بأيام جاية. هنا حطيت الخضار هنا على الطاولة عشان يأكلونه، لأن لو شلنا في الثلاجة الله يصلحهم ما يفتحون ويأخذون على طول شبسات وحلويات. فغسلت الخضار وحطيت على الطاولة. وهنا أهلك أنضبطين كبسة.
صراحة السكن مرة ترى جديد، بس ما أدري إيش التقشر اللي بالجدران كذا، يعني مرة بكثرة، بس حلو مرة، مرتبة صالتهم مرة حلوة ونظيفة. وبس جهزت مع خواتي السلطة، وللأسف أني ما كملت حتى يعني كذا ملعقة، حسيت بتعب. وبس الحمد لله على كل حال. وبس هنا كنت مسويت لهم صوص الزبادي بالنعناع، ما كان عندي خيار فحطيت بقدونس ونعناع بس، وسويت سلطة عادية معه وبس عليهم بالعافية. هنا جهزنا البخور وحطينا قهوتنا، يعني لسه في بداية التعب. وبس والله بخرنا البيت بعد الأكل والحوسة وفتحنا بلكونات، لكن البلكونات شوي مو آمنة على الأطفال. فعموما في تركيا ما عندهم نظام الأمان يعني للأطفال. كانت لحظة الغروب مرة حلوة في البلكونة، بس للأسف أني ما استمتعت فيها مرة. إطلالة على البحر والمكان مرة رايق. بعدها أخذنا كم يوم حنا في السكن، سعرها بنات تقريبا 700 ريال، وبحط لكم التطبيق اللي إذا حابين في تركيا تحجزون منه بحط لكم في المنتدى، لأنه بنات البوكينج ما يشتغل عندهم، والتطبيق هذا زي البوكينج في تركيا. هذا الشاي بنات الصباح كانوا يجون يقصصون، بس كان ما فيني حيل والله أصور شيء، فكان مرة يعني ممتع. وبس والله التطبيق بحط لكم وانتم مستفيدوا منه اذا حابين تحجزون. احفظوا الاسم عندكم متى ما صار لكم الفرصة، وكتب لكم ربي ان شاء الله تروحون. انا ما ادري هو يشتغل بس بتركيا ولا بكذا دولة، لكن احنا اللي جربناه في تركيا، يعني قالوا لي خواتي عنه وحجزنا. ومنها تكون عندكم فكرة عن اسعار السكن هناك، اللي حابة مثلا تاخذ الرقم وتواصلون عن طريق الواتساب، ما يحتاج تحجزون من نفس التطبيق، يعني تتواصلون مع الشخص يعني المؤجر وهو يرد عليكم. هذه طريقتنا كانت، أتوقع لأنه مخصص للأتراك يعني التطبيق هذا، ما كانوا أتوقع. واحدة من خواتي قالت إنه ما يأجرون العرب عن طريقه، ما أدري، بس لما تتراسلون يعني المؤجر على طول يأجركم، لأن أسعاره مرة يعني أقل من البوكينج بكثير. البوكينج تقدرون تحجزون وانتم بالسعودية، بس بتركيا لا ما تقدرون، لأنه ما يحجز أبدا، محجوب أتوقع من عندهم. وبس هنا توجهنا على طول لطرابزون، خلاص راح نستقر إن شاء الله بطرابزون. إلى قبل ما نمشي نبي نتسوق وناخد باقي أغراضنا وخلاص. هذا بنات المطعم حق العائلة التركية اللي أجرونا الفلة، كانوا مرة لطيفين صراحة، عبارة عن 3 خوات وأخوهم. البنات جدا لطيفات، ويعني التركيات الأصيلات اللي تحسونهن يعني ما شاء الله محافظين مرة. فهذا كان المطعم، كنت بصوره عشان تستفيدون. شوفوا بالنسبة للأكل الكفتة صراحة مرة لذيذة عندهم، لكن الأكلات الثانية أحس أنها عادي يعني مو مرة واو، لكن الكفتة عموما في تركيا كلها مرة حلوة. فهم لزموا علينا مرة أن نجي المطعم حقهم، ولا صراحة ما كنا مرة جوعانين، لكن ولا جربنا صراحة عندهم الحلويات. لكن هذا المطعم مرة كبير وإطلالته على النهر، فحلو اللي حابة المكان تروح له منطقة سياحية. فطلعت وسعره بعد يعني رخيص مو غالي مرة. فعندهم صاير يبنون أكواخ صغيرة صراحة مرة حلوة، وأحس بيتطور المكان أكثر وبيصير منطقة سياحية. يا جمال المساجد، المساجد فعلا في كل مكان، راحة نفسية، الله لا يحرمنا يا رب.
ويديم علينا الجمعة والألفة. وبس هنا توجهنا عاد إلى طربزون، خلاص انتهت رحلتنا في ريزا. وهنا جابونا خواتي قهوة من ستاربكس. أنا مو من عشاق ستاربكس أبدا، لكن خواتي عندهم إدمان. تقريبا هذا ثاني يوم، مو نفس اليوم، طلعنا الفورم طرابزون، هذا موجود قريب من المطار، حتى كان قريب مرة سكننا، والسوق مرة حلو، يعني في أشياء مرة حلوة. وتسوقنا صراحة، أنا ما صورت لكم بالسوق كثير لأنه كله زحمة، فما أقدرت أخذ راحتي بالتصوير، لكن حاولت قد ما أقدر أني أصور لكم. هنا عند العشق إنجليش هوم كان مرة أنيق صراحة، وأسعارهم مرة رخيصة، لكن مو كل شيء يعني متوفر، يعني هو موجود صراحة. عندهم المعطرات بعد حلوة، عندهم المفارش الصواني، أخذت منه أشياء، إن شاء الله بإذن الله راح أنزل لكم مشترياتي من تركيا. حاولت قد ما أقدر أني أصور لكم لو جزء بسيط يعني عشان تستفيدون. ما قدرت صراحة أصور لكم، لكن يعني أخذت مقتطفات بسيطة. بعدها توجهنا المطاعم فوق، جلسنا نتغدى. إيه هذا ثاني يوم بعد ما وصلنا إلى طرابزون، تغدينا وبعدين توجهنا إلى بقالة سوبر ماركت بجنب السكن، يعني أتوقع أنه كان بعدها بيوم بعد أو بنفس اليوم العصر، ما أدري صراحة ناسية. لكن هذه وجبتنا، كان سعرها تقريبا 30 ريال، ما أدري. وهنا كنا ننتظر السيارة تجي، ونزلنا أغراضنا ننتظرهم. وبس هنا طلعت البقالة، أتوقع كان نهاية اليوم بعد ما وصلت يعني السكن، نزلت أغراضي وكذا، طلعت محتاجة شوية أغراض، فقلت بصور لكم الأشياء اللي أحس إنها حلوة عندهم. هذه عجينة الكولاج مرة حلوة بنات، هي نفس اللي موجودة عند الأرياف اللي صورتها لكم برمضان، مرة صراحة حلوة عندهم. وهذه أنواع، يعني هي تجي للبوريك التركي، وهذه الجبنة حقة البوريك مشهورة عندهم، مرة لذيذة، ما تجي مالحة مرة، لا ملوحتها مرة حلوة. فلي تقدر وتبي تاخذ من عندهم 19 ليرة، يعني تقريبا ما يقارب 3 ريال. لكن للأسف أنا قلت قبل أمشي برجع البقالة هذه وباخذ منها كمية، لكن ما قدرت مرة أجي، صار يعني ضغط عندنا بالشحن الشنط وشيل الشنط كذا، فما قدرت. هذه الفاصوليا البيضاء موجودة عندنا، مرة هم يعتمدون عليها بكثرة. ليش؟ حتى الأرز هنا، لأنهم يعتمدون على الأرز المصري عندنا، الأرز الصنوايت وكذا. هذا المنتي بنات المجفف يبيعون بكميات وبكثرة، اللي سويته معاكم في فيديو أوزنقول حلو مرة، بس هذا مجفف. كنت ناوية أقول لكم أجي وأخذ منه، بس للأسف ما قدرت، عسى في الأمر خيرة. هذا المانتي 82 ليرة، يعني ما يقارب تقريبا 12 ريال، فحلو مرة، يعني مجفف جاهز. هذا الفلفل المشوي موجود عندنا في الأفران الحطب، وهذا الباذنجان المهروس 4 ليرة، يعني ما يقارب، رخيص مرة، يعني يمكن أقل من 0.5 ريال، ما أدري بالضبط، بس رخيص مرة. اضربوا الرقم في 6.6، لا مو ضرب، قسمة. هذا البودينج بعد كنت ناوية أخذ منه، ما أخذت صراحة. باودر تصبون عليه الحليب وتحركونه وبس يكون يعني جاهز. هذا نسكافيه إكسبرس أخذت منه، حلو قهوتهم مرة حلوة، من شركة نسكافيه. ذاك اليوم يوم رحت التميمي بعد ولقيت عندهم نفسه، لكن بما اني عندي جهاز قهوة ما شريته والله. لكن اللي يبون قهوة جاهزة، هذه البهارات بنات ضروري تاخذون منها اذا جيتوا، سعرها تقريبا 2-3 ريال، بس مرة حلوة مرة حلوة، اللي يقولكم ريحتها مرة حلوة، اوريجانو بابريكا، في عندهم بعد السماق مرة حلو. هنا مغلفات كنور مرة حلوة عندهم، كنور ورخيصة مرة، يمكن أقل من 1 ريال تقريبا، عندنا سعرها 5 ريال،
وهذا بسكوت مرة مشهورين فيه وبكثرة أحصل ببقالاتهم، يمكن تقريبا الربطة هذه فيها 10 حبات أو 7 حبات، سعرها كان مرة رخيص. وبس والله هذه كانت جولة بسيطة في سوبر ماركت، سوبر ماركت اللي شوفه بأقل من ريال، لا 16 يمكن ريال أو ريالين، لكن مرة رخيص. والمرشميلو عندهم كله يعني أشياء قديمة بس صراحة حلوة مرة ولذيذة، لها نكهة خاصة. القهوة مرة نسكافيه عندهم مرة رخيص، في الآيس وفي العادي، مرة يعني أقول لكم أسعارهم مرة رخيصة، 29 ليرة إلى 32 ليرة، يعني ما يقارب أقل يمكن 5 ريال تقريبا أو 4 ريال، فالأسعار عندهم مرة حلوة. بس مشكلة الشحن، الشحن اللي تبي تاخذ مأكولات كثيرة لازم تزيد شحن قبل، لأنه مرة أشياء صراحة حلوة. عموما الحمد لله يعني إحنا عندنا أشياء كثير متوفرة، لكن الواحد لا سافر يحب يشتري أشياء كثيرة. هنا توجهنا ثاني بعد هذا اليوم اللي قبل الأخير، قبل رحلتنا بيومين تقريبا، توجهنا لآيدر. آيدر كانت من الأماكن يعني السياحية واللي كانوا مرة يقولون لازم تروحوا لها، خواتي كانوا رايحين لها، أنا أول مرة أجيها. المكان مرة حلو لكن بنفس الوقت مزدحم مرة، والأجواء صراحة كانت مرة رايقة، لكن ما قدرنا صراحة نطول لأن الجو كان مرة ممطر. سبحان الله الأمطار في الشمال التركي، يعني في طرابزون جاء مطر عندنا 2 أو 3، هنا كانت القوارب المائية أتوقع، ما وقفنا صراحة عندها، مشينا على طول لأنه كنا نبي نروح بدري، نبي نجلس بدري يعني قبل، لأنه وصلنا متأخرين تقريبا ما يقارب 12، فحلو إذا بتروحون للقرى من طرابزون تمشون بدري يعني أقل شيء الساعة 8 وأنتم متوجهين هناك. صحيح النهار طويل بس المكان يصير مرة حلو ودكم تستمتعون فيه أكثر. وصلنا آيدر الجميلة كلها عرب، يعني فعلا فعلا تقريبا 3/4 سعوديين، فما شاء الله يعني الجو فعلا تحسون فيه براحة نفسية لأنه موجود العرب يعني بكثرة، أنا من الناس اللي كذا أرتاح. طلبنا أنا وأختي الكمبير، ضروري إذا جيت تركيا تطلبون منهم، مرة رهيب. البطاطس لندن احنا نسميه عندنا، هم يسمونه عندهم الكمبير، مرة حلو صراحة ولذيذ. في أول واحد يجي على اليمين، هذا يجي بنات قريب من الصرافة، مرة طعيم حقهم صراحة ولذيذ، قريب من الصرافات في آخر آيدر تقريبا، فكان جدا صراحة لذيذ. صدق من ألذ الأشياء اللي جربتها واستمتعت فيها، وكان الجو يعني بداية رذاذ، لسه كان يعني رذاذ خفيف مرة، لكن بعدها ما شاء الله صار رذاذ مرة قوي، مطر قوي، وكان مرة الجو رايق صراحة. حلو اللي يجي آيدر يقعد فيها يوم أو يومين أقل شيء يستمتع بالأجواء، لكن في أكواخ قبل الزحمة هذه كانت ممتعة. هنا المطعم هذا جينا وتقهوينا فيه، كان يعني دخلنا عشان المطر، لو تلاحظون الناس كلهم خفوا وكلهم دخلوا المطاعم. طلبنا قهوة تركية وجلسنا لين يخف المطر، لكن سبحان الله ذاك اليوم ما خف أبدا، يعني تخيلوا مشينا من آيدر وهو سبحان الله الجو ممطر. حلوة أجواء المطر لكن ما تقدرين تتمشين برا لأنه كان مرة قوي، فأفضل شي بنات تشوفون الطقس قبل وتتوجهون للمنطقة نفسها أفضل بكثير. بس يعني كانت طلعتنا خفيفة، لكن إحنا أكلنا كومبير وكنا شبعانين مرة، فما قدرنا صراحة ناكل أي شي ثاني، يعني تخيلوا أنا أكلت نص بس، نص واحدة بس، مع ذلك كانت مرة مشبعة صراحة. المطعم اللي حلو مرة اللي بجنب المطعم اللي طلبنا منهم فطاير، عموما الفطاير التركي يعني في كل المطاعم كثير حلوة، لكن المطعم هذا كان مرة حلو صراحة. أنا ما طلبت لكن شفت تقديماتهم وشفت طلبياتهم،
مرة عجبني، لكن مثل ما قلت لكم مرة شبعانين ولا قدرنا ناكل. المطعم بنات هذا هو المقابل إيلول أتوقع اسمه كذا، وكان زحمة مرة، يعني إذا بتجون تعالوا بدري لأنه مرة مرة مزدحم، وهو مشهور ترى. كان الجو ما شاء الله تبارك الله، يعني الأجواء تفتح النفس يا رب الجنة فعلا، يعني شعور كان مرة حلو. لكن مثل ما قلت لكم ما قدرنا نطلع من قوة الأمطار. بعدها توجهنا إلى طرابزون، صلينا وتوجهنا الحمد لله، فكان الجو مرة حلو وممتع، لكن مثل ما قلت لكم ما جلسنا. وبعد ما وصلنا بالسلامة ثاني يوم رحنا لأسواق الميدان وتقضينا. أسواق الميدان صراحة عندهم أشياء حلوة في ماركات، لكن أكثر مو مشهور، أكثر شيء يعني مشهورين فيه صراحة الأكلات مثل البهارات مثل الحلو وبس. يعني أخذنا تشكيلة، راح أصور لك مصور معاكم بعض الأغراض إذا وصلنا إن شاء الله بكرة أو أتوقع يوم فيديو السبت، لكن بوريكم إن شاء الله. هذا نعناع مجفف مرة حلو صراحة أخذت منه. وبعد عندهم يعني اللي أوصيكم صراحة تأخذون منه هذا الشاهي بنات مرة حلو اللي معاه برتقال، يجي مر شوي لكن مرة حلو. تقريبا سعره يمكن 30 أو 40 ريال الكيلو أتوقع والله. هذا الزركش بعد حلو مع الكشنة، حلو مع الحمسات، مشهورة تركيا بالفواكه المجففة، لكن في أشياء تكون عليها سكر لأنه يحفظ السكر كثير. في أشياء الشواهي عندهم، بعد عندهم شاي الورد شاي البرتقال، يعني تشكيلة كبيرة من الشواهي. لكن أنا مثل ما قلت لكم اللي أخذته بصور لكم إن شاء الله وأشارككم فيه. طبعا هذا محل ثاني رحت لمه مرة حلو صراحة أغراضه، وبعد يعني جدا جدا أمين وجدا مرة يعني تغليفه من قلب صدق، يعني من المحلات اللي مرة الله يجزاه خير يعني غلف لي الأشياء من قلبه. هو اللي قال لي عادي خذي الجبنة والزبدة ما راح تخرب معك، لأنها بأكياس مسحوبة الهواء بنات، عكس لما يكون بكيس عادي أو علبة بلاستيك راح يتفكك معك وراح ينحاس عليكم. فأفضل شيء تاخذونها بأكياس مسحوبة الهواء لأنها قوية يعني حفظها وبس والله. وغلفها لي بعدين بالفقاعات الهواء، وهذا صح، هذا كرت المحل اللي حابة تستفيد منه. وبكذا وصلت نهاية الفيديو نهاية سفرتنا، إن شاء الله استمتعتوا معنا وكنا خفيفين عليكم. والله يا رب يرزق كل إنسانة تتمنى هالسفرة يا رب عاجلا غير آجل إذا كان في خير لها. وبكذا نقول لكم لا تنسونا من اللايك والاشتراك وشيروا المقطع للي حابين يشوفونه، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.